مع هذه الآلة الرائعة يتم إنتاج الشباك الخاصة بالفاكهة. تابعوا كيف تعمل هذه الآلة المميزة. هنا تأتي قوالب الكيك المدورة بهذا الشكل، وبعد ذلك يتم ملئها بالكريمة عن طريق هذه الآلة. ولنتابع أيضا قطع الكريمة الأخرى أو قطع الكعك الأخرى كيف تقطع بهذه السكين الآلية. هذه الآلة الرائعة التي ترونها أمامكم هي الآلة المخصصة لعمل الزجاجات البلاستيكية، والتي تعمل بطريقة أوتوماتيكية وهي ذات 8 تجاويف. ما رأيكم بآلة ثني هذا الحديد المسلح الأوتوماتيكية، والتي تقوم بعمل العديد من الأشكال السداسية والمثلثات والكثير الكثير؟ آلة القطع بالليزر المميزة هذه تقوم بتقطيع المواد والسمكات المتنوعة حتى 25 ملم من الفولاذ الطري بكفاءة وجودة عالية. لنتابع. هذه الآلة تسمى آلة التضفير الشعاعي لألياف الكربون، فيمكنكم أن تتابعوا كيف تقوم بغزل هذه الألياف لتكوين هذه الأنابيب المغزولة بشكل مثالي. إنها آلة رائعة لإنتاج الألياف المضفرة التي تغطي الأنابيب المعدنية. هكذا يتم عمل الحبوب وزخرفة المعجنات الدنماركية، فتابعوا خط الإنتاج الرائع هذا كيف يبدو رائعا مع زخرفة مميزة للعجين. ما رأيكم بطريقة الصف الآلية والمميزة على هذه الصواني الحرارية لهذه القطع بعد أن يتم إنتاجها؟ يمكنكم أن تشاهدوا هذه الآلة الرائعة لتقشير المانجا بسرعة وبعمل استثنائي. آلة تكسير البيض هذه تفصل أيضا صفار البيض عن البياض، وتقوم أيضا بطحن القشر الذي ينتج عن هذه العملية. لنتابع معا كيف تعمل. إنها آلة تصنيع مخروط بسكويت الويفر الصناعية بدرجة عالية من العمل الرائع. الدرفلة التي يتم التحكم فيها هي وسيلة يمكن من خلالها ترقية خصائص الفولاذ إلى مستوى أعلى، فتابعوا هذه الآلة كيف تحول هذه القطعة إلى برغي كما ترون عن طريق درفلتها بهذا الشكل. في هذه الآلة يتم درفلة العجين وتشكيله وتعبئته لتصنيع أحد الحلويات اللذيذة. يمكنكم أن تتابعوا كيف يقطع ويحول إلى لقيمات بهذا الشكل الرائع.
يمكنكم أن تشاهدوا باستخدام هذه الآلة كيف يتم صناعة جالونات المياه أو زجاجات المياه الكبيرة. ينتابع أيضاً كيف يتم ملؤها وإغلاقها بهذا الشكل المميز. يمكنكم أن تشاهدوا هنا عملية تصلب الحف، وهذه العملية هي طريقة سريعة يتم فيها اكتساب الصلابة عن طريق رفع سطح المادة إلى درجات حرارة عالية، ومن ثم تبريدها حتى يصبح هذا المعدن صلباً للغاية، أو هذا الترس يصبح صلباً للغاية. لنتابع. تم دمج تقنية القطع بالليزر ذات الأنبوب المائل ثلاثي الأبعاد أكثر من 6 عمليات مختلفة في دورة عمل واحدة، فيمكنكم أن تتابعوا عملية القطع كيف تتم لهذه القطاع المعدنية كما ترون أمامكم. يبدو العمل رائعا جدا، والرسم على الحديد أصبح أسهل. لنركز جيدا كيف تعمل بشكل رائع. كما ترون أمامكم هذه الآلة وهي التي تقوم بعملية تدوير القطعة المعدنية حتى يسهل عملها مع القالب الخاص. يمكنكم أن تشاهدوا كيف يصبح تشكيلها سهلاً مع هذه الآلة المميزة. هكذا يتم ضبط هذه الماكينات لتعبئة هذه الزجاجات البلاستيكية بالسائل، وهنا يمكنكم أن تتابعوا كيف يتم لف المنتجات لتمر إلى مرحلة التعبئة. أعزائي متابعي قناة هل تعلم؟ إذا أحببتم دعمنا لكي نستمر يمكنكم الضغط على الرابط في الوصف. أو على يوتيوب ثانكس.